أهلا وسهلا بكم مشاهدينا من جديد. إذا نذهب بكم إلى ملف آخر يتعلق بالجدل حول تطبيق كريم للسيارات، حيث هناك قرار محكمة بوقف عملهم. تفصيلات باعتقادي أنه سائقي التاكسي الأصفر ينتظرون سماع آخر الأخبار حول هذا الموضوع، هذه التطورات وهذه القضية. معنا على الهاتف الأستاذ أحمد أبو حيدر، نقيب أصحاب التكاسي. مساء الخير أستاذ أحمد. مساء الخير أستاذ أحمد. يا مساء الخير، يا أهلا فيك. يعني شو آخر الأخبار؟ يعني حدثنا عن آخر الأخبار فيما يتعلق بتطبيق كريم أولا، ثم سنتحدث عن إحنا ربحنا قضية أول امبارح على أساس توقيف منشآتهم كلهم على بين ما يرخصوا. إذا يرخصوا هذا هم بيشتغلوا، ما في مانع إحنا عنا إذا رخصوا على العمومي، أما على الخصوصي أول إشي هذا ممنوع تاكسي تشتغل خصوصي مقابل أجر، صحيح. لا مأمنة ولا كذا ولا يعني، وتنافس العمومي اللي قاعد يدفع الرسوم، يدفع بالسنة 1000 ليرة غير قوته يعني. نعم. هل صدر قرار المحكمة حتى أوقفوا؟ سمعنا تطبيق كريم توقيفهم، توقيف منشآتهم وتوقيفهم، إذا يرخصوا لهم ما في مانع يرخصوا لهم على الصفة العمومية، أما على الخصوصية لا نقبل إحنا. هل تم وقفهم أستاذ أحمد؟ والله أني أنه تم وقفهم، وكمان تكسب الحاج رفع قضية عليهم حقوق إحنا جزاء، وجاب أمر بس لكريم تكسب الحاج، أما إحنا جبنا على كريم وأوبر وإيجي تاكسي على كل التفاصيل ترخيصهم. عمليا هل توقف؟ يعني إحنا نعرف أنه تطبيق كريم وقف وهم أعلنوا وقف عملهم، لكن البقية طبعا لازم الباقيين يقفوا. إذا يبلغوهم يقفوا، ليش لا؟ إحنا قرارنا موجود ونشرناه على الفيسبوك ونشرناه على الفضائيات كلها، وإن شاء الله إنه القضاء عادل. طيب هسا بالنسبة لترخيصهم، يعني هل ستساهمون وتشاركون في وضع النظام الخاص بالترخيص؟ لأنه أيضا ترخيصهم ممكن يصيب الضرر إذا كان في تساهل فيه للسيارات الصفراء. يا سيدي إحنا العمومي ما في مانع، البلد بحاجة لألفين ثلاثة أربعة خمسة يرخصوهم، أما على الخصوصي نرفض رفض كامل. طيب أستاذ أحمد، شو المشكلة أنتم سائقي التاكسي أو يعني أو أنت يعني نقيب أصحاب التكاسي الصفراء أنكم تنظموا عملكم بحيث يكون في تطبيقات تساعد المواطنين؟ يعني شو المشكلة أنكم ترتخوا بالخدمة وتنظموا أموركم؟ إحنا مقدمين يعني في عندك 36 تطبيق هيو بالهيئة، هيئة النقل. قديش صار له؟ صار له سنة. حلو. صار له سنة. طيب يرخصوا التطبيق، احنا ما في عندنا مانع، احنا مع التطوير يا سيدي. احنا مع اي شغلة بتكون تهمنا وتهم البلد والتطوير، احنا مع التطوير. يعني في مشروع تطوير لكن موجود لساته بالهيئة؟ بالهيئة لم يزال، احنا في حوالي 36 تطبيق هم بيضعفوا وما رخصوا، لم يزال كله يستنوا أوبر وكريم لما ترخصوا وكذا. طيب الهيئة يعني بتحكي انه هذا يد فوق يدنا صارت. طيب الهيئة بتحكي انه خلال احنا صار لنا سنين، يعني قضايانا صار لها سنتين ويلا لحقناها. نعم. بالفترة الأخيرة اللي كانت تشتغل فيها التطبيقات شعرتوا بأنه في خسائر بالنسبة طبعا في خسائر، تطبيق واحد كان عند أبو الحاج. تطبيق أبو الحاج كمان ما مشوا لأنه ما في سيارات، كل واحد صار بده تطبيق. طيب كل واحد صار بده تطبيق يا سيدي. أنت بتتوقع الأمور تتنظم وتنتهي؟ نعم. تتوقع ان الامور تنتهي وتتنظم وكل واحد ياخذ حقه؟ والله يا سيدي يا ليت، هم قاعدين يدعوا الوزير معالي وزير النقل والهيئه وكذا، يقول لك احنا سنعلن اخر الشهر بترخيص التطبيقات كلهن. واحنا جاهزين مع التطبيق. نعم، انتم مع الترخيص ومع الالتزام والله بالقانون. احنا مع اي رخص قانوني على العمومي، ما في عندنا مشكله. نعم نعم. واما هيك يا عمي كانوا والله السياره بطلت تجيب ترخيصها وبطلت تجيب قصدها. يعني 85% من قطاعنا مرهون للبنوك والتسهيلات، 85% والله. صحيح صحيح، كلامك صحيح. شكرا لك الأستاذ أحمد أبو حيدر، نقيب أصحاب التكاسي. إذا حدثنا عن أن هناك قريبا خلال شهر بتحكي الوزارة حسب ما قال الأستاذ أحمد أبو حيدر ستصدر قوانين لتنظيم هذا العمل. السؤال ليش تركوا هيك؟ هذا السؤال المهم. يعني واحد بيشتغل خصوصي ليش واعلاناته معبي الشوارع؟ مين سمح له يشتغل بهذه الطريقه؟ على فكره هاي الفوضى بدها ضبط، واحنا بنحكي عن وزاره نقل زائد هيئه تنظيم نقل عام زائد امن عام ترخيص وهو الى اخره،
وبنعرف انه قانون النقل وقانون الترخيص بيمنع انه سياره خصوصيه تشتغل عمومي. يعني حتى لو رخص التطبيق بده انه يتوائم مع القوانين، يصير في تعارض بالقوانين. انا مره ثانيه بحكي انه سائقي التاكسي الاصفر حتى الان الدوله لم تتفهم مشاكلهم. مشكله التاكسي الاصفر في الاردن انه له مالكين او له جهتين بتستفيد منه، المالك وفي ضمان، وهذا بيخلي اداؤه مرات انه يكون في نوع من النزق. لذلك لابد من تنظيم العمليه. وانا بقول انه هيئه تنظيم النقل انتم بتشتغلوش، والدليل التنظيم هذا اشتغل بدون ما تدروا والان صار في مشكله. التاكسيات بدها تنظيم وبدها شغل وبدها ترتيب، وانا باعتقادي بده يكون قرار من اعلى مرجعيات الدوله تتعلق بتنظيم التاكسي الاصفر، بحيث يصير في منطقي انه هذا اللي بيسوق السياره مش انه في الاخير بيتضمن ب 24 ليره وبعدين بده يروح يلحق يجيب قوت عياله وبالتالي بدوش ينزل على وسط البلد. بدي اقول لك ليش انزل على وسط البلد؟ لانه انا مش قادر الحق. بدك تنظم العمليه بين المالك ومتضمن، بعرفش كيف انتم بدكم تفكروا فيها. اثنين، قصه بنرجع للي حكيناه في المقدمه، الباصات المدنية اللي بتنقل الطلاب بدها تنظيم، وفي مشاريع قوانين حطتها لينا شبيب، ليش انحطت في الأدراج؟ سؤال آخر. اشتغلوا يا جماعة الخير، حلوا مشاكل البلد فيما يتعلق بالنقل. السيارات بتزيد وإشكالات الناس بتزيد، ولذلك خلوا الأمور تتطور، قصة التطور في حجم السيارات مع القوانين على أقل تقدير. ما هي شغلتكم؟ نكتفي، نذهب إلى وقفة قصيرة ثم نعود.